مولاي إني ببابك قد بسطت يدي، من لي ألوذ به إلاك يا سندي. أقوم بالليل والأسحار ساهية، أدعو وهمس دعائي بالدموع ندي. هذه الأبيات هي مقدمة أعظم ابتهالات مصرية قد تسمعها. لن تصدق لو قلت لك أنها كانت بأمر رئاسي، واستخدمت فيها العمامة ككلمة سر إيذانا بقبولها. القصة يا سادة أنه في عام 1972 احتفل الرئيس أنور السادات بخطبة إحدى كريماته، وكان من بين الحضور المنشد الديني الشيخ سيد النقشبندي، والموسيقار بليغ حمدي، والإذاعي وجدي الحكيم. النقشبندي كان قد طار ذكره في الابتهالات والمدائح النبوية، واكتسب شهرة واسعة، على عكس حمدي الذي طار ذكره أيضا ولكن في عالم الفن والغناء والألحان. يلتفت السادات للنقشبندي وكان معجبا به، ليقول له أمام الحضور: أنا عايز أسمعك من بليغ. ويكلف وجدي الحكيم مراقب الموسيقى في الإذاعة المصرية بإتمام المهمة. هنا بدأت حكاية مولاي إني ببابك، أمر رئاسي لا يمكن رفضه، لكن هناك مشكلة. أن النقشبندي أحس بالحرج لكونه أحد القراء ومن أتباع الصوفية، ولا يمكنه التحول للطرب، خصوصا وأنه يعتبر حمدي مجرد موسيقار للأغاني الراقصة. شعر حمدي بهذا الحرج، لكنه كان ذكيا، فقد لجأ للشاعر عبد الفتاح مصطفى وطلب منه أن يكتب له نصا دينيا مشحونا بالرضا والتسليم والتوكل على الله. عندما حصل حمدي على النص، قال لسيد النقشبندي: سألحن لك أغنية تعيش 100 عام. تردد النقشبندي وتوجس قائلا لوجدي: ما ينفعش أنشد على ألحان بليغ الرقصة، على آخر الزمن يا وجدي حغني. لكن وجدي أقنع النقشبندي واتفق معه على أن تكون عمامة النقشبندي كلمة السر، والاتفاق أن يدخل وجدي غرفة التسجيل بعد نصف ساعة، حيث كان يسجل النقشبندي الابتهال بحضور حمدي. فإذا وجد النقشبندي قد خلع عمامته، فهذا يعني أنه أعجب بألحان بليغ وقبل الابتهال، وإن وجده ما زال يرتديها فيعني ذلك أنها لم تعجبه، ويتحجج بأن هناك عطلا في الاستوديو لينهي اللقاء. عندما دخل وجدي بعد نصف ساعة، فإذا بالنقشبندي قد خلع العمامة والجبة، وقال لوجدي: يا وجدي بليغ دجن. ثم أنشدها النقشبندي وحققت نجاحا كبيرا، إذ اعتبرت من أجمل مغامرات النقشبندي ومن أرقى ما أنشد، وما تزال تشغف قلوب العرب في المشرق والمغرب. طرائف ومواقف وحكايات وعبر، قصص لم تروى بعد أو لم تروى كما يجب، من تاريخ سوريا والعالم العربي، منها ما هو مغرق في القدم، ومنها ما هو أقرب إلينا، ننفض عنها غبار التجاهل ونبث فيها روحا جديدة كي تصل إلى مسامعكم في القصاص. القصاص كل جمعة وثلاثاء عند 6 مساء على راديو أورينت.